متابعينا في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. سنستعرض في هذه النشرة تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لهذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي 22 درجة مئوية، كحرارة دنيا الملموسة 21، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة شمالية الاتجاه. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 31 إلى 21، عرعر أيضا نفس درجة الحرارة مع رياح نشطة وأتربة مثارة، أما تبوك 34 إلى 20 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، تلامس درجة الحرارة في المدينة المنورة 40 درجة مئوية، الصغرى 23، جدة 31 إلى 27، ومكة المكرمة 38 إلى 25، والطائف 30 إلى 20 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 14، أبها فرصة خط من الأمطار 27 إلى 13، وجازان 33 إلى 26 مع طقس صافي بشكل عام. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 31 إلى 24، حفر الباطن 34 إلى 22 مع تفرق لبعض الغيوم والإحساء، طقس حار 38 إلى 18 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة 35 إلى 22، بريدة 33 إلى 21، وحائل تفرق لبعض الغيوم 31 إلى 19 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.